دار البيضاء بمثابه رئة اقتصادية، رئة تنموية ديال المغرب، او القلب النابض للتنمية بالمغرب. اليوم المنتخبين ديال جهة الدار البيضاء ستات كيجتمعوا في اطار المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين، المحطة الثالثة لهذه المنتديات اللي اليوم في جهة الدار البيضاء ستات كقطب حضاري، كدار البيضاء بمثابه رئة اقتصادية، رئة تنموية ديال المغرب، او القلب النابض للتنمية بالمغرب. كيجتمعوا المنتخبين ديالو، المدينة اللي كانت ترأسه مجلس المدينة ديالها وأكثر من 1200 منتخب، اليوم في ورشات وفي جلسة عامة غادي نحاولوا نسلطوا الضوء ونتناولوا ونعالجوا واحد العدد ديال الإشكاليات اللي مرتبطة بالوضع ديال المنتخب، اللي مرتبطة بالتنمية في الدار البيضاء، ولكن بالخصوص نخرجوا بخلاصات وبتوصيات وبتطلعات ديال هاد المنتخبين بخصوص الموضوع ديال التنمية وديال الوضع ديال المنتخب في المغرب ككل وفي الجهة ديال الدار البيضاء ستات بصفة خاصة.